شغل الأولى. ما مستوعب اتفضل. طبعا. اوكي خلاص عددكم، ايش قد صار العدد؟ 66. اوكي يعني هو هذا عددكم بعد، ما يصير اكثر، مو صحيح؟ اي صحيح تمام استاذ. تمام اذا خلينا نبلش. اوكي طلاب، اخذنا بالمختبرات السابقه اخذنا مختبرين وهذا الثالث. اخذنا اول مختبر اللي هو كان الاجهزه والادوات المختبريه، وعرفنا كل واحد كل جهاز وشنو فائدته، وعرفنا ايضا الادوات المختبريه اهم كل وحده وشنو فائدتها، واخذنا الجهاز اللي هو قلنا كلش مهم، اهم جهاز بالمختبر اللي هو المجهر، اخذناه بصوره تفصيليه وعرفنا كل جزء به وشنو فائدته ايضا وشلون استخدام المجهر بالطريقه. المختبر الثاني اخذنا محاضره التعقيم والتطهير اللي هي انعادت عليكم يمكن بحدود الخمس ست مرات، اكثر من مره عدتها، وايد طلاب طلبوا عادتها وعدتها. واخذنا شنو الفرق بين التعقيم والتطهير. التطهير اخذنا بس تعريفه، والتعقيم قسمناه قسمين، فيزياوي وكيمياوي، والفيزياوي قسمناه 3 اقسام، والكيمياوي قسمناهم قسمين، واخذنا كله بصوره تفصيليه ونزلنا لكم به تسجيل المحاضره مسجله، ونزلنا لكم ايضا ملخص على الماده. اليوم راح ناخذ مختبر ثالث اسمه سمير بريبريشن and bacterial staining methods. يعني شنو؟ يعني تحضير المسحات وطرق تصبيغ البكتيريا. زين، هسه احنا سوينا وسط زرعي وخلينا بيه بكتيريا ونمينا البكتيريا ونمت عندنا البكتيريا، خليناها بالحاضنه ونمت عندنا البكتيريا وصار بالطبق اكو بكتيريا. شلون راح ادرسها؟ شلون راح ادرس البكتيريا؟ انا يعني مو هنا واكتفي، ها هي بس نميتها وعرفت انه هي نمت، ولا لا اريد ادرسها بعد، اريد اخذ ادرس صفاتها، اريد ادرس خصائصها. شلون راح ادرسها؟ ادرسها عن طريق التصبيغ. سؤال، ليش نصبغ البكتيريا؟ منو يعرف يجاوب؟ لان لأن البكتيريا البكتيريا شفافة ويعني ما نقدر نشوفها. لين البكتيريا شفافه، اذا حتى احنا أنا نصبغ البكتيريا، احنا نصبغ البكتيريا لان البكتيريا شفافه. اوكي شفافه، ما نقدر نشوفها تحت المجهر، حتى نشوفها لازم نصبغها، نحط لها صبغ حتى نقدر نفحصها. زين، البكتيريا قلنا راح تنمو عندنا بوسط زرعي، والوسط الزرعي قسمناه الى قسمين، اما وسط صلب، وسط زرعي صلب، او وسط زرعي سائل. وسط الزرعي اللي هو سميناه الاكل مال البكتيريا، نفس الاكل مالتنا، بصلب وبسائل، تمن وماركه، تمن صلب والمرقة سائلة، نفس الشيء البكتيريا بها وسط صلب ووسط سائل، وحضناهن بالحاضنة ووفرناهن درجة حرارة ونمت البكتيريا. شلون أصبغ؟ أجيب الطبق نفسه، طبق بتردش اللي بيه بكتيريا وأصبغه، لو تيست تيوب اللي بيه بكتيريا وأصبغه، لو شلون أصبغه وأخليه جوا المجهر وأدرسه، لو شنو برأيكم؟ طب التيست تيوب يعني التيست تيوب نفسه أصبغه وخليه تحت المجهر. ايه اخليه اصبغ. اوكي خلينا نشوف رشا، عندها رافعه ايديها. رشا جاوبيني، طب غير التيست تيوب؟ التيست تيوب نفسه اصبغه يعني؟ لا اصبغ دي بسرعه على السلايد. بالسلايد استاذ، بالسلايد. بالسلايد لازم ناخذ استاذ، لازم ناخذ مسحه من هذه البكتيريا مالتنا اللي نمت بالطبق او اللي نمت بالتيست تيوب، لازم ناخذ من عندها مسحه ونخليها على السلايد ونصبغ السلايد، مو نصبغ التيوب نفسه او نصبغ الطبق نفسه، نصبغ السلايد حتى ندرس السلايد تحت المجهر. زين، اذا اول خطوه قلناها قبل التصبيغ اللي هي لازم نسوي مسحه، لازم يكون عندنا مسحه. اذا الشطر الاول من مختبرنا اليوم راح نتعلم او ناخذ شلون نسوي مسحه، شلون ناخذ البكتيريا من الطبق مالتنا مال البتري ديش، او ناخذ البكتيريا من التيست تيوب
ونحضرها على سلايد حتى نجهزها للتصبيغ. هذه الطريقة، هذه الطريقة كلها يسموها سمير بريبريشن، سمير بريبريشن، تحضير المسحات، تحضير المسحات أو تحضير المسحة. إذن سمير بريبريشن راح نأخذه بالبداية. اتفقنا على إنه الأوساط مال بكتيريا الغذائية مالتها تجينا بصيغتين أو بهيئتين، أما تكون صلبة أو تكون سائلة. زين. A prepared fixed smear, fixed smear is essential for many staining products like procedures like gram staining and acid fast staining. يعني شنو؟ يعني المسحة اللي نحضرها هي فد شيء كلش ضروري، كلش ضروري للصبغات. يعني قبل ما نصبغ لازم نحضر المسحة، بدون المسحة ما نقدر نصبغ نهائيا. الصبغات اللي هي مثل منه مثل جرام ستيننج والأسيد فاست ستيننج. طلاب أنا بدأ أشوف اللي يريد ينضم، وإذا أكو طالب يريد ينضم قلوا لي حتى أوافق عليه. زين. Steps of smear preparation، خطوات تحضير المسحات، خطوات تحضير المسحة. أول شيء ده تشوفون أكو مؤشر طالع قدامكم مال ماوس، أكو صورة لو لا بالبداية؟ نعم نعم أكو صورة. نعم صادق. أول شيء راح نأخذ السمير from liquid medium، يعني إذا كان عندي الوسط سائل، إذا كان عندي الوسط سائل. هسا إحنا اتفقنا إنه الأوساط الزرعية قسمناها قسمين، سمن ومرق، صلب وسائل. هسا راح نأخذ إذا كان عندي الوسط سائل، سائل شو نسوي؟ يقول using a sterilized inoculating loop transfer loop full of liquid suspension containing bacteria in the center of clean slide. يعني شنو هذا اللوب؟ هذا اللوب اللي قدامكم ناخذ من عنده، ناخذ بي العفو، ناخذ بي انترسه من شنو؟ من الليكويد سسبنشن كونتيننج بكتيريا، من المحلول اللي هو وين؟ بالتيست تيوب، لان هذا الوسط سائل محلول وبي بكتيريا، والبكتيريا ناميه يعني خليها وناميه بالحاضنه، ونريد ندرس هذه البكتيريا. نملي هذا اللوب مالتنا بهذا المحلول ونخليه بسنتر السلايد، نملي اللوب، هذا اللوب نمليه بالمحلول اللي بكتيريا ونخليه بسنتر السلايد. وبعدين شو نسوي له؟ سبريد، يعني نفرشه. ليش نفرشه برايكم طلاب؟ صار حتى تبين اكثر المكونات في فين تثبيت. انا من ادرس، من اريد ادرس الخليه لازم اشوف لفت خليه وحده من فرده، خليه بكتيريه وحده، شلون احصل عليها؟ هذه طريقه الفرش، من افرش المحلول مالتنا. زين، هاي اذا كانت شنو؟ اذا كانت ليكويد، اذا كانت ليكويد نجي ناخذ اذا كان صلب، اذا كان الوسط صلب. if working from a solid medium Please a drop of sterile water or saline solution on the slide. يعني قبل ما تجيب، إذا كان صلب، قبل ما تأخذ مسحة من الطبق مالتك أو التست تيوب، شو تخلي؟ خلي قطرة من المي المقطر وين؟ بالسلايد. خلي قطرة بالبداية بالسلايد. شوف هنا إيش حاط؟ حاط قطرة مي، قطرة مي، drop of water. بعدين شو تسوي؟ sterilize and cool the loop، يعني عقم وبرد اللوب مالتك. وش تسوي؟ and pick up a very small sample of bacterial colony. اخذ قطعه جدا صغيره، جدا صغيره، منين؟ من الكولوني، من المستعمره البكتيريه اللي وين موجوده؟ موجوده بالطبق، طبق البتري ديش. راح تشوفون بيه وهواي مستعمرات، راح تاخذ من مستعمره وحده مسحه كلش صغيره، كلش صغيره تاخذ. وين تسويها؟ تخليها على قطرة المي مال سلايد وتسوي لهن ميكس، تسوي لهن ميكس، يعني تخبطهن لحد ما تحصل على فتشي اسمه الاميوليشن. يعني شنو؟ يعني مستحلب، لحد ما تحصل على فتشي يشبه المستحلب اللي هو هذا، اللي هو هذا دا أشر لكم عليه. إذن شو تسوي إذا كان عندك وسط صلب؟ تأخذ قطرة مال المي وتخليها سنتر السلايد، وبعدين تجيب المسحه مالتك مال البكتيريا اللي راح تاخذ قلنا كلش قليله، وراح تخليها على السلايد وتمزجهن لحد ما تحصل، وتفرشهن لحد ما تحصل على محلول
اسمه المستحلب. سؤال، ليش خلينا قطرة مي هنا؟ ليش مو نفس السائل؟ نفس السائل. سؤال خلياني قبل ما تجاوبون طلاب، أنا أسأل خلي أسأل بس خلي أوافق على مثلا عبد الأمير. زين، خلي أسأل حسن رحيم عبد الله. حسن رحيم افتح المايك وجاوبني. أستاذ أنا الصورة ما في يمي وصوت ماكو. صورة ماكو، صوت ماكو. زين، حسن رحيم موجود لو ما موجود؟ أوكي. نعم حسن رحيم. حسن، شنو كان سؤالي؟ العب الساعة كان عندي ظرف ما أقدر أصحى. كان عندك ظرف، أوكي. يعني أنت ويانا بداية المحاضرة لو استوك يلا جيت لو شنو؟ سوني ساجر. أوكي حسن، حاول لا تروح وانتبه على المحاضرة لأن راح أظل أسأل كل شوية. نجي ناخذ منو موجود بعد؟ حسين علي غلطان. حسين علي غلطان موجود، افتح المايك وحاجيني. حسين علي غلطان ما موجود. لا انا اريد اعرف من اللي موجود ومن اللي ما موجود. يعني اريد اعرف من اللي بس يفتح الموبايل يدخل محاضرة ويعوف الموبايل ويروح، واللي لا منتبه فعلا للمحاضرة. العفو استاذ، بس ندق الباب وما لحقت على هاي مال الوسط السائل. اوكي حسين، ندق الباب وما لحقت على الوسط السائل. حسين خليك منتبه ويانا. حنين ثامر كاظم. نعم استاذ. حنين علي استاذ، كان النت واصل عند استاذ. استاذ سألت ليش خلينا قطرة مي على موديل يعني الوسط السالب. زين، ليش خلينا قطرة مي حنين برأيك؟ استاذ هي اكيد لان صالبة على مود يعني نقدر نفرشها غير على السلايد. صحيح، بما انه نقول وسط صلب شلون نفرشها على السلايد؟ لازم اكو شيء نذوبه به حتى نفرشها على السلايد، وهذا الشيء هو شنو؟ لازم نخلي مي قطرة المي مقطر، مي مقطر او معقب. اوكي عاجبتكم. زين هسه ذني الخطوتين اللي بالبدايه او الخطوه الوحده لكل وسط، هذني يكونن يعني الفرق بين الوسط السائل والوسط الصلب. اللي بعده اللي راح ناخذ الخطوات اللي بعدهن راح تكون مشتركه، يعني سواء اذا كان الوسط سائل او الوسط صلب، فالخطوات اللي بعد ذني اللي بعد هذن الخطوات اللي هنا راح تكون مشتركه بيهن. زين، من بعد ما حضرنا السمير اللي هي من وسط سائل نخلي مباشره ونفرش، واذا كان وسط صلب نخلي قطره مي ونفرش. من بعد ما حضرناها شو يقول the slide should be kept in a safe place to air dry. يعني السلايد لازم نخليه فد 5 الى 10 دقائق للهواء حتى ينشف. من شنو ينشف؟ ينشف من المي اكيد، لان اذا وسط سائل هو اساسا كان به مي، واذا وسط صلب فهو احنا حطينا قطره مي فاحنا نريد المي نخلص من عنده، فشلون نشفه؟ نخليه نعرضه للهواء او يعني نخليه عادي. زين نخليه باي مكان طلاب؟ لو نخليه في مكان معقم لو شنو؟ اكيد نخليه بمكان معقم استاذ. مكان معقم، خليه مكان معقم اكيد هود افضل. اي يعني اذا كنا نشتغل بالهود فنخليه يعني بالهود، واذا كنا نشتغل على المياز مالتنا فلازم عندنا بيرنر، لان البيرنر قلنا ينطيني دائره نص قطرها نص متر، تكون هذه معقمه، اجواء معقمه، فنخليه بهذا المكان حتى ينشف، نعرض الهواء حتى ينشف. من بعدها راح نسوي هذه الخطوه اللي هي كلش مهمه. من بعد ما خليناه ينشف يقول the air dried smear is fixed by passing the slide through the flame 2 to 3 times. يعني راح نثبت العينه او المسحه مالتنا من خلال شنو؟ نمرر السلايد على الفلام اللهب مال بيرنر، على اللهب مال بيرنر. ورا شو يقول من تحمل السلايد احمله بصوره صحيحه، يعني احمله من الاطراف ودير بالك على ايدك، خاف تنشوي من الحراره. زين
ليش نسوي هذه الطريقه؟ ليش نعرض السلايد؟ ما سمعتك. زين استاذ، يعني اجابك استاذ حتى نثبت البكتيريا استاذ. تثبيت. زين شلون نثبت؟ اوكي هسه انا هو مكتوب فيكس، فيكس يعني تثبيت. هذه الطريقه شرح تثبت لي استاذ شلون يقول من نعرضها للحراره استاذ. بس طلاب طلاب واحد واحد حتى ما تصير هوسه، واحد واحد يعني اللي يعرف خلي انا اسال، يعني انا اسال على اسماء. حسن عبد الواحد. نعم استاذ. جدار الخليه البكتيريه من شنو متكون استاذ؟ من السيتوبلازم استاذ. لا لا هسه احنا ما دخلنا بالسيتوبلازم، اكو قبل السيتوبلازم. جاوب استاذ. جدار الخليه البكتيريه من شنو متكون؟ اللي يعرف يرفع ايده. دعاء عبد الامير جاوبيني. استاذ متكون من البروتين والبلاستيدات. بروتين وبعد والنوم والبلاستيدات استاذ. زين حيدر عباس ياسين جاوبني. نعم الدهون وبروتين وعديد السكريات. دهون وبروتين وسكريات. زين اني هنا انا شريط اريد فيكس. فيكس يعني شنو؟ يعني تثبيت، اثبت البكتيريا. شلون اثبتها؟ واول شيء اريد اقتلها للبكتيريا من خلال عد ما امررها باللهب، فاكيد راح تموت البكتيريا. من راح تموت راح يصير طبعا الخطوات اللي بعد هاي الخطوه التصبيغ. انا هسه احضر للتصبيغ، فمن راح اقتل البكتيريا راح اخلي الصبغه تخترق جدارها بسهوله. هذه فائده. والفائده الثانيه اثبت البكتيريا. شلون اثبتها؟ اخليها تلتصق، الصقها بالسلايد. شلون الصقها بالسلايد؟ عن طريق عندما اعرضها للحراره. عندما اعرضها للحراره راح تلتصق البكتيريا بالسلايد. ليش اريدها تلتصق؟ لان بالتصبيغ وخطوات التصبيغ اللي عندنا راح يصير شوية اذا يقدر. شنو؟ ماكو هسه واحد طالب، ماكو واحد طالب انضمام، كلها وافقت عليها. انا ما عندي واحد موافق عليها. زين فايش قلنا؟ قلنا الاولى حتى نقتل البكتيريا، حتى نسمح الصبغه ان تخترق الجدار مالتها بصوره سهله. والخطوه الثانيه انه اثبت البكتيريا بالسلايد. ليش انا اريد اثبت البكتيريا بالسلايد؟ لان عندنا قلنا هذه الخطوه هي خطوه سباقه للتصبيغ. قبل التصبيغ وبالتصبيغ عندنا ورا كل مرحله لازم نغسل السلايد. من نغسل السلايد اكيد ما اريد البكتيريا توقع، اريدها تثبت بالسلايد. فانطيها حراره حتى اذوب البروتين، حتى البروتين يلتصق وين؟ بالسلايد. بالتالي يلتصق البكتيريا كلها، الخليه البكتيريه كلها تلتصق بالسلايد، ف ما راح توقع عندنا بالشغل. استاذ انا زحمة عليك. هنا عندنا مقطع فيديو. نعم. استاذ بس عندي شرحها خير وحدة، لان فصل النت يمي. فصل النت يمك، اوكي نعيد. من جدار من بعد ما خلينا السلايد. زين. من بعد ما خلينا السلايد وين خليناه؟ على الهواء يدف. راح نسوي له فيكسد. شلون نسوي له فيكسد؟ نمرر السلايد على اللهب مال بيرنر، نمرره على اللهب مال بيرنر مرتين الى ثلاث مرات حتى نسوي له فيكس، نثبته. شنو فائده هذه المرتين الى ثلاث مرات؟ اول شيء نقتل البكتيريا حتى نموت البكتيريا اللي موجوده بالسلايد، حتى يعني الصبغه تتغلغل بسهوله بداخلها. والشيء الثاني حتى نخلي البكتيريا تلتصق بالسلايد، لان هذه قلنا الخطوه هي سباقه لعمليه التصبيغ. وبالتصبيغ عندنا مراحل راح ناخذها هسه. راح تشوفون انه ورا كل ما نضيف محلول نغسل السلايد ونغسل مره ثانيه ونغسل مره ثالثه. بالتالي انا ما اريد البكتيريا توقع، اريدها تبقى بالسلايد، فلازم اثبتها.
اعرضها للحراره حتى اذوب البروتين والزقها بالسلايد، بالتالي البكتيريا راح تلتصق بالسلايد. اوكي استاذ، يعني بهاي الحاله يعني البكتيريا حتموت يبقى بس البروتين مالتها لو شنو؟ لا هسه التصوير هذه بنوصل للتصوير راح تعرفين شنو راح يصير. زين هذا مقطع فيديو قبل المقطع الفيديو. اي اسال استاذ، عمليه التصبيغ لازم الا البكتيريا ما تهزم، ما يصير الا هي حيه مثلا، يعني شنو السبب انه لازم نقتل البكتيريا الا؟ انا لازم اقتلها ليش؟ اول شيء حتى بالعمل مالتي يعني ما تعديني، ما تنتقل لي، هذا اول شيء. الشيء الثاني انه انا ما اريدها تتحرك، اريدها ثابته على السلايد، فلازم تموت حتى تكون ثابته. والشيء الثالث حتى سهوله الاختراق الصبغه لها. اوكي استاذ، عاشيدك وايدك. زين قبل كل شيء اكو خطوه نسيت اقول. نعم، يعني انا من موت البكتيريا يعني شنو راح استفاد مثلا؟ هسه مو قلت لكم من وصل للتصبيغ، مو قلت لكم من وصل للتصبيغ راح تفتهمون، راح اشرح لكم شنو اللي يريده، يعني هسه راح اشرح لكم بعدين من وصل للتصبيغ، لا تستعجلون. زين قبل كل شيء، نعم استاذ، من سالتنا انطفت الكهرباء فصلت النت، شلون يعني؟ عادي ماكو مشكله حبيبي، خليها تسالك مره ثانيه من توصل. ذكرني باسمك، شنو اسمك؟ حسن عبد الواحد. حسن عبد الواحد استاذ. حسن عبد الواحد، هسه اسالك مره ثانيه، خلنا تابع. تابع حسن، تابع ابو فلاح. زين قبل كل شيء، انت قاعد تشتغل بمختبر تحليلات مرضيه وعندك جتك عينات من مثلاً ثلاث دكاترة، كل طبيب دازلك ثلاث عينات حتى تبحثن، صار عندك تسع عينات. شلون راح تميز العينة مال أحمد عن عينة محمد، عن عينة فاطمة، عن عينة زهراء، عن عينة زينب، عن عينة زيد؟ شلون راح تميزهن؟ أكيد لازم كل واحد منهم تنطيه رمز، يعني لازم تعلم على السلايد بداية كل شغلك، يعني قبل ما تبدي شغل لازم تعلم على السلايد. مثلاً السلايد رقم واحد هذا خاص بالمريض أحمد، حتى من تكتب النتائج وتتذكر انه انت مسجل يمك رقم واحد هذا خاص بمريض احمد حتى تكتب النتائج مالته. زين هذا مقطع الفيديو. في البداية علم السلايد بالرمز اللي يريده هو، وهنا راح يسوي دائرة بالسنتر حتى يشتغل عليها. استخدم لوب عقمه، طبعا كل خطوه بشغلنا لازم تعقيم. اخذ قطره مي، يعني الوسط اللي راح يشتغل عليه صلب لو سائل؟ صلب 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 صلب. اشتريكم وين خلاها؟ خلاها بسنتر السلايد قطره المي، راح يرجع يعقم. شوف راح يبرد اللوب بمكان ما بيزرع، وراح ياخذ مسحه كلش قليله وراح يخليها هنا يفرشها، يسوي لها يفرشها لحد ما ويمزجها لحد ما يحصل على هذا السائل اللي تشوفوه يشبه الحليب، نسميه مستحلب. عقم اللوب، شوفوا صار هذا السائل مثل مستحلب، خلاه بالهواء حتى ينشف، وبعدها راح يثبت. شوف الطريقة مال مسك السلايد شلون تلزم السلايد، تلزمه بهذه الطريقة وتثبت مرة والثانية والثالثة. لهنا جهزنا المسحة مالتنا، لهنا هستعدنا مسحة جاهزة نقدر ندرسها هاي، لو بعد لازم شو نسوي حتى ندرسها؟ ستيلينج تصبيغ، لازم نصبغ. لازم نصبغ، عاشت ليكم. الستيلينج التصبيغ، stain a substance that adheres to a cell giving the cell color، يعني هي شنو؟ هي مواد تلتصق بالخلية حتى شنو؟ تنطي للخلية اللون، حتى تنطي للخلية اللون. شو استفاد من هذه العملية آني؟
يعني ليش أبدأ أنطي اللون؟ حتى تبين الخلية عندي أكثر وضوح، حتى تبين الخلية are much more visible, are much more visible، حتى تبين عندي الخلية أكثر وضوح، يعني أصبغها حتى أشوفها. زين، أنواع الصبغات، عندنا ثلاث أنواع بالصبغات. أول شيء عندنا simple stain، من اسمها simple يعني الصبغة البسيطة، simple stain يعني الصبغة البسيطة. عندي الثانية، النوع الثاني اللي هو اسمه differential stains، يعني الصبغة التفريقية، من اسمها تفريقية، هذه الصبغة راح تفرق لي بين نوعين من البكتيريا أو أكثر، اللي أمثلتها جرام ستين، صبغة جرام بالنسبة للعالم اللي اكتشفها اسمه جرام، والثانية اسمها أسيد فاست ستين، أو بين قوسين نصيح لها زيل نولسون ستين، يعني نسبة للعلماء الاثنين اللي اكتشفوها، واحد اسمه زيل واحد اسمه نولسون. والصبغة الثالثة، النوع الثالث اللي هي ستركتشرال أو سبيشال ستينز، يعني الصبغة التركيبية أو الخاصة، يعني هذه من اسمها خاصة أو تركيبية، نصبغ بيها أشياء معينة، أشياء نريد ندرسها معينة. أمثلتها مثل منو؟ النيجاتيف ستينينج فور كبسولز، يعني الصبغة السالبة للكبسول، الكبسول مال البكتيريا. والثاني اللي هو الإندوسبور أو السبور ستينينج، يعني صبغة السبورات. والثالثة اللي هي فلاجيلا ستينينج، صبغة الأصوات، فلاجيلا ستينينج. هذني ثلاث انواع مال مال تصبيغ. بكيف انا اصبغ؟ استاذ عيد النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو ستراكتشرال اور سبيشال ستينينج، يعني الصبغه الخاصه، هذه من اسمها خاصه، يعني اصبغ بها اشياء خاصه. النوع الاول اللي بيها اللي هي نيجاتيف ستين فور كبسولز، نصبغ بها الكبسول، والثانية نصبغ بها الاسبارات، والثالثة نصبغ بها الفلاجيلا. زين، أنا بكيفي أختار؟ لا مو بكيفي، أكيد حسب المطلوب من عندي. المطلوب من عندي أطلعها موجبة صبغة جرام، لو سالبة أختار الديفرنشيال وأختار جرام. مطلوب من عندي أعرف بس شكل البكتيريا أو ترتيبها، أختار السمبل. مطلوب من عندي مثلا أريد أشوف بها اسبارات لا مو بها اسبارات، فأصبغ صبغة الاسبارات. إذا مو بكيفي أختار حسب اللي مريود من عندي. فصار راح ناخذ كل وحده وشنو تعني وطريقتها وشنو فائدتها. هنا واضح قبل ما نبلش؟ اكو احد عنده سؤال؟ واضح استاذ، واضح. زين استاذ، واضح. اول شيء عندنا سمبل ستين، الصبغه البسيطه، سمبل ستين من اسمها بسيطه. ستينينج ميثود ذات يوز اونلي سنجل داي، يعني بهذه الطريقه مال تصبيغ، هذه طريقه التصبيغ نستخدم بها فقط صبغه واحده، سنجل داي، فقط صبغه واحده. زين هسه من دا اقول فقط صبغه واحده، يعني كل الخلايا البكتيريه الموجوده بالسلايد راح تصبغ بنفس اللون، اكيد بما انه انا دا استخدم صبغه واحده فكل الخلايا البكتيرية تصبغ بنفس اللون. لو استخدمت صبغة زرقاء فكل الخلايا البكتيرية راح تصبغ باللون الأزرق. لو استخدمت صبغة حمراء فكل الخلايا البكتيرية راح تصبغ باللون الأحمر. There is only a single staining step and everything is staining with the same color، يعني نفس اللون، كلها راح تصبغ بنفس اللون. شنو فائدة هذه الصبغة السمبل؟ شنو فائدة هذه الصبغة؟ يقول أميز شكل وترتيب الخلية، تميز شكل وترتيب الخلية. شلون يعني؟ هذين الصور اللي عندكم لقبالكم، مثلا هذه شكل الخلية بالصورة على اليمين، شكل الخلية البكتيرية هي دائري، شكلها دائرية، هنا شكلها عصوية. إذن هنا بهذه الصبغة من صبغت ميزت شكل الخلية، دائرية أو عصوية، دائرية أو عصوية. زين ترتيبها شنو يعني؟ ترتيبها هنا دا تشوفون مثلا هذا اللي حاط لكم المؤشر عليه نسميها دبلو، يعني ثنائيه، دبلو ثنائيه، ترتيبها مترتبه على شكل دبلو، هذه مترتبه على شكل ستين، العفو على شكل سلسله، على شكل سلسله، هنا على شكل عنقود، شكلها عنقودي. يعني هذه راح تاخذوها بالمختبر الجاي، يمكن اي جاي راح تاخذون بأشكال وترتيب الخلايا البكتيرية. فبهذه الصبغة راح أقدر أميز، بالصبغة بالسمبل راح أقدر أميز شكل وترتيب الخلايا البكتيرية.
شكلها هل هي كرويه هل هي عصويه هل هي حلزونيه ترتيبها هل هي ثنائيه مفرده مكونه على مترتبه على شكل سلسله مترتبه على شكل عنقود هذني كلهم راح اقدر اميزهم بيمن بالصبغه البسيطه اللي هي امثله عندنا عليها المثلين بلو من اسمها بلو يعني لونها ازرق والكريستال فايوليت اللي هي هم لونها ازرق وبنفسجي والبيسك الكاربول بيسك فيوجن اللي هي صبغه لونها احمر صبغه لونها احمر واضحه طلاب السمبل ستين واضح هسه اخذنا بيها سنجل داي سنجل داي يعني صبغه واحده بما انه صبغه واحده فاكيد راح تظهر لي كل الخلايا بنفس اللون فائدتها شنو السمبل ستين اميز بيها شكل وترتيب الخلايا البكتيريه امثلتها منه الميثيلين بلو والكريستال فايوليت والبيسك فيوجن كاربول بيسك فيوجن هذا فيما يخص السمبل ستين الديفرنشيال ستين لا هنا شي يقول هنا يقول بالديفرنشيال لا انت ما تستخدم صبغه واحده ديفرنشيال ستين يوز تو اور مور ستينز يعني تستخدم صبغتين او اكثر يعني ما راح نستخدم صبغة واحدة احنا من نقول differential حتى يميز لي لازم شنو نستخدم صبغتين او اكثر وش راح ينطيني بالتالي من استخدمت صبغتين او اكثر ايش راح ينطيني ينطيني various group or types يعني جروبات متعددة او انواع او جروبات متعددة من الخلايا البكتيرية اوكي يعني انا من اسمها تفريقية فراح تفرق لي البكتيريا راح تقسم لي البكتيريا الى جروبات او انواع متعددة مثالها منو مثالها جرام ستين والاسيد فاست ستينينج جرام ستينينج والاسيد فاست ستينينج راح ناخذ اهم صبغه واكثر صبغه شيوعا بالديفرنشيال والصبغه اللي تقريبا مقسمين عليها البكتيريا كلها الى بكتيريا موجبه صبغه جرام وسالبه صبغه جرام اللي هي اسمها جرام ستينينج ليش سميناها جرام ستينينج العالم اللي اكتشفها اسمه جرام is the common important and most used differential staining techniques in microbiology يعني هي الصبغه الاكثر شيوعا او استخداما بالمختبر الميكروبيولوجي خلني اشرح لكم عليها على هذا المخطط وبعدين نرجع نعرفها بالتفصيل يعني هسه راح نرجع وراء هذا المخطط وراء هذه الصفحه راح ناخذ صبغه جرام بالتفصيل بس خلي شوي اشرح لكم عليها على هذا المخطط اول شيء عندنا واضح المخطط قدامكم طلاب؟ نعم استاذ واضح. نعم استاذ واضح. عندنا مكتوب فيكسيشن فيكسيشن شنو يعني فيكسيشن؟ يعني المسحه اللي حضرتها ومنطينا لون الخلايا البكتيريه شبيه شفافه. اول شيء فيكسيشن والخلايا البكتيريه شفافه يعني جهزت الخطوه الاولى صبغه جرام. الخطوه اللي بعدها ايش راح اسوي؟ راح اصبغ بالصبغه الاولى اللي هي اسمها الكريستال فايوليت اسمها الكريستال فايوليت من صبغت بيها لونها ازرق كل الخلايا تحولت للون الازرق الخلايا بالسلايد كلها صارت لونها ازرق بعدها شنو راح اصبغ بمحلول او راح اضيف محلول اسمه الايودين ايودين تريتمنت من اسمه تريتمنت يعني معالجه ايودين تريتمنت شنو فائده هذا المحلول اللي راح اضيفه فائدته يثبت الصبغه بالخليه البكتيريه يثبت الصبغه بالخليه البكتيريه يعني من خليه الكريستال فايوليت انتظرت 1 دقيقه يعني من ضفت الصبغه الاولى انتظرت 1 دقيقه وبعدها ضفت المحلول الثاني اللي هو الايودين تريتمنت وهم انتظرت 1 دقيقه وغسلت السلايد ثبت لي الصبغه بالخليه زين بعدها ايش راح نضيف راح نضيف الديكلورايزر او الايودين او الايودين المحلول الثالث المحلول الثالث ضفناه للسلايد ايش راح يصير عندنا هنا ايش قلنا جدار الخليه البكتيريه من متكون من يجاوبني صار من البروتينات والكربوهيدرات وش اسمه الاسيد دهون بروتينات وعديد السكريات زين الدهون هنا اكو بعض الخلايا البكتيريه بيها نسبه الدهون كلش عاليه بالجدار مالتها
كلش عالية. طبعا احنا خلينا نتفق اللي يصبغ مال بالبكتيريا يصبغ الجدار مالتها الجدار الخلوي زين. اكو بعض البكتيريا نسبة الدهون مالتها كلش عالية بالجدار، يعني نسبة الدهون اكبر من المكونات الباقية، فبالتالي جدارها خلينا نقول 90% من عدة دهون زين. وبعض الخلايا الثانية لا، تكون نسبة الدهون بها قليلة جدا. الأسيتون ايش راح يسوي هنا؟ الأسيتون راح يحطم الدهون اللي موجودة بجدار الخلية البكتيرية، راح يحطم الدهون الموجودة بجدار الخلية البكتيرية. بالتالي من حطيت الأسيتون ايش راح يصير؟ راح ترجع عندي خلايا تصير شفافة. من هي هاي الخلايا صارت شفافة؟ من يجاوب؟ اللي بيها دهون أقل، اللي بيها دهون اللي بيها دهون عالية. اللي بيها دهون عالية ليش؟ لأن الصبغة وين تغلغلت؟ تغلغلت في الدهون، وحطيت محلول أسيتون سوى فلش لي هذا الدهن حطمه، بالتالي رجعت الخلية شنو؟ رجعت شفافة. رجعت الخلية شفافة تمام؟ رجعت الخلية شفافة. وخلايا بها اللي بيها نسبة دهون قليلة راح تبقى محافظة على الصبغة مالتها، راح تبقى محافظة على الصبغة مالتها زين. البعد ايش راح نضيف؟ صارت عندي خليه شفافه، شلون راح اقدر اشوف هاي الخليه الشفافه؟ اضيف صبغه ثانيه اللي هي اسمها السفرانين، بالتالي صبغه جرام راح تقسم لي البكتيريا الى قسمين، موجبه صبغه جرام وسالبه صبغه جرام. وحفظوها قاعده ثابته، اي خلايا بكتيريه، اي خليه بكتيريه تاخذ الصبغه الاولى بالتصبيغ، تاخذ لون الصبغه الاولى نسميها موجبة بوزيتيف. أي خلية بكتيرية تأخذ الصبغة الأولى لون الصبغة الأولى نسميها موجبة، والخلية اللي تأخذ لون الصبغة الثانية نسميها سالبة. أستاذ سؤال. إذن الموجبة الصبغة جرام راح تأخذ اللون الأزرق أو البنفسجي. نعم. أستاذ أرجع الجدول دقيقة. هذا اللي هسه طلعت. لا أستاذ هسه احنا ليش يعني نصبغ وبعدين بال شو اسمه بالخطوة الثالثة راح نوخر التصبغ هاي هنا؟ ليش نخلي أسيتون قبل الحين بدون ما بالفيستيشن قبل نخلي أسيتون وبعدين نصبغ؟ ليش هاي الخطوة الثانية؟ مفهوم. الخطوة الثانية هذه أثبت بها الصبغة، هذه ثبت الصبغة بالخلية. يعني راح أخلي مرتين صبغتين، أول شيء الصبغة الأولى ثبت، وبعدين أخلي أسيتون، وبعدين أرجع أصبغ مرة ثانية. لا باعي الصبغة الأولى. شوفوا هسه هنا لحد الآن إحنا شو استخدمنا؟ استخدمنا واحد محلول، اثنين محلول، ثلاثة محلول، أربع محاليل بهذه الصبغة. أربع محاليل استخدمنا بصبغة جرام. لما أقول لكم محاليل يعني تقولوا لي أربعة، بس لما أقول لكم كم صبغة استخدمنا بصبغة جرام؟ أربع محاليل. تقولوا لي بس صبغتين. شوف المحلول هو شنو؟ هو سائل تمام؟ إيه أستاذ هذا سؤال، يعني صبغ مرتين صبغتين استخدم؟ صبغتين بالضبط، لأن يعني إحنا أساساً من قلنا بتعريف الديفرنشيال نستخدم صبغتين أو أكثر. تمام. يعني اذا الخليه اخذت الصبغه الاولى مثلا وثبتت انه يعني كميه الدهون كانت قليله فاكيد تثبت الصبغه، يعني ما نستخدم الصبغه الثانيه ولا شنو؟ لا نستخدم الصبغه الثانيه، مو احنا نريد نعرف هذه البكتيريا موجبه لو سالبه. اوكي انا استخدمت الصبغه الاولى واستخدمت الاسيتون وبعد ما صبغت بالصبغه الثانيه، فالخلايا اللي انحطت بالاسيتون وصار لونها شفاف، شو راح اشوفها انا بالمجهر اذا ما صبغها مره ثانيه؟ يعني الأسيتون صارت شفافة فلازم أصبغ مرة ثانية. لازم أصبغ مرة ثانية، لأن أنا من استخدمت الصبغة الأولى وحطيت المحلول الثاني اللي هو الأيودين ثبت لي الصبغة بالخلايا الموجبة والسالبة، بس من جهة الديكلورايز اللي هو الأسيتون من خليتها صارت عندي بعض الخلايا شفافة. زين هذه الشفافة شو راح أقدر أشوفها إذا ما أسوي صبغة مرة ثانية؟ صبغ
يعني بعض الخلايا صارت مو كليتها يعني بعض الخلايا طبعا اكيد بعض الخلايا اللي يعني اكو خلايا يعني بقت محافظه على صبغتها اذا محافظه طبعاً. مثلا ناخذ نصبغها مره الاخرى لو عادي تبقى على صبغتها لا ما راح ما راح تاخذ صبغه بعد ليش لان اساسا هي مشلبه بذيك الصبغه فما راح تقدر تاخذ صبغه ثانيه بعد هي بعد شبعت الصبغه شبعت بالصبغه الاولى يعني شنو احنا هنا هذا الشيء يفيدنا يفيدنا يعني شلون نقول الخليه اللي جدارها سميك اللي بيها دهون هوايه وجدارها سميك الاسيتون راح يسوي راح يوفر اي راح يرجعها شفافه حتى نصبغها مره ثانيه ونشوف راح تطلع عندنا باللون الاحمر او الوردي بالتالي من نريد نشخص نقول هذه موجبه او سالبه صبغه جرام لان البكتيريات الموجبه لها علاجات خاصه اللي يكتبها الطبيب والبكتيريات السالبة لها علاجات خاصة يكتبها الطبيب واضح طلاب؟ نعم بكلورايزيشن اي بمكان الاس صحيح عاشتيلك عاشتيلك زين لهنا واضح؟ استاذ ممكن تعيد المخطط بصورة سريعة؟ واضح استاذ عاشتيلك اوكي نعيد المخطط بصورة سريعة زين المخطط الاولى اول شيء بالمخطط لازم عندنا قلنا اتفقنا يكون عندنا مسحة اللي هي الفكسيشن المسحة المثبتة من بعدها نضيف الصبغة الاولى اللي هي الكريستال فايوليت اللي نضيفها مدة دقيقة راح تصبغ عندي كل الخلايا البكتيرية بلون واحد والصبغة الثانية او المحلول الثاني اللي نضيفه العفو اللي هو اسمه الايودين تريتمنت اللي هو هذا شنو فائدته يثبت الصبغه الاولى بالجدار مال الخليه ومن بعدها راح ناخذ او نضيف الاسيتون اللي هو راح يسوي ديكلارايز يعني يزيل الصبغه من الخليه ذات الجدار السميك اللي بيها دهون هواي شلون يزيله بحيث يحطم الدهون ويشيل اللون مالتها راح ترجع عندي خلايا شفافه وخلايا متصبغه حتى اشوف الخلايا الشفافه اللي صارت شفافه لازم اضيف صبغه ثانيه اللي هي سميناها السفرانين بالتالي راح تظهر عندي نتيجه الموجبه راح تكون اخذت الصبغه الاولى لون الصبغه الاولى والسالبه راح تاخذ لون الصبغه الثانيه واضحه بصوره عامه الصبغه جرام وهسه راح نجي نشرحها بصوره تفصيليه زين اوكي المواد اللي راح نحتاجهن بصبغه جرام خلي شوف طلاب هذا الشكل انا حاط لكم اياه الفرحانه دائما تاخذ لون الصبغه الاولى والحزينه دائما تاخذ لون الصبغه الثانيه واللي تاخذ لون الصبغه الاولى تكون النتيجه موجبه واللي تاخذ لون الصبغه الثانيه تكون النتيجه سالبه الادوات اللي نحتاجهن راح احكي لكم اياهم بالعربي حتى تترجموهن اول شيء نحتاج كلاس العفو سلايد نظيف سلايد زجاجي نظيف والثانية نحتاج لوب والثالثة نحتاج البيرنر بنسن بيرنر والرابعة نحتاج ورق تنشيف فابيولاس بيبر والبعدها نحتاج أكيد المجهر حتى نفحص لايت مايكروسكوب والبعدها راح نحتاج لينس بيبر اللي هو ورق التنظيف ليش نحتاج ورق التنظيف لأن يعني احنا راح نفحص العدسة 100 اللي هي نستخدم قلنا بها الاويل اللي سميناها اميرشن اويل والاخيره راح نحتاج ديستل ووتر يعني مي مقطر او معقم راح نجي ناخذ البروسيدر استاذ عيد استاذ بازح ما عليك نعم عيد قبل الاخير باثنين قبل الاخير راليا لينس بيبر لينس اويل يعني هذه الاميرشن اويل شو اسمه العدسه الزيتيه بالمجهر اللي اخذناه اللي قوتها 100 هاي استاذ واضح واضح زين هاش تيدك استاذ ويدك هسه راح ناخذ البروسيجر مالته اول شيء شي يقول لازم عندك اتفقنا عليه بالبدايه اللي نجهزه اللي هو السلايد مالتنا اللي مثبت فيكسد سمير وين نخليه على ستيننج تراي يعني شنو تراي يعني ستاند على ستاند مال تصبيغ زين جبنا السلايد ثبتناه سوينا مسحه وثبتناها وخليناه على الستاند مال تصبيغ الخطوه اللي بعدها شو يقول
يقول جنتلي فلويد سمير with primary stain crystal violet and let stand for one minute. يعني شنو؟ يعني ضيف الصبغة الأولى اللي هي سميناها الكريستال فايوليت، لما نضيفها أكيد نضيفها للسلايد مالتنا ونخليها لمدة دقيقة واحدة. أوكي، نضيف الصبغة الأولى للسلايد ونخليها لمدة دقيقة واحدة. النقطة الثالثة يقول tilt the slide slightly and gently rinse with tap water or distilled water using a wash bottle. يقول ميل السلايد قليلا، يعني شيل السلايد بيدك لازمه من الصفح وميل السلايد، يعني خليه بصورة مائلة وغسله وين؟ بالمي المقطر، باستخدام شنو؟ باستخدام بطل الغسل. بطل الغسل اللي هو أداة أخذناها في المختبر الأول إذا تذكرون، اللي هو صاير بطل بلاستيك والنهاية مالته اكو مثل القصبة اللي ينزل من عندها المي. زين، النقطة الرابعة، هسه هنا خلصنا الأولى اللي هي ضفنا الكريستال فايوليت وانتظرنا دقيقة وغسلنا السلايد، وراها ايش راح نسوي؟ نضيف السمير with moderate الجرامز ايودين، يعني نضيف الايودين ونخليها من مدة دقيقة واحدة. زين، والنقطة الخامسة هي نفس النقطة الثالثة، يعني نزم السلايد بصورة مائلة ونغسله بالمي باستخدام بطل الغسل. راح نجي للوراء نضيف الديكلورايز، يوز ديكلورايزر اللي هو 95% أثيل الكحول أو الأسيتون، بالعادة احنا نستخدم الأسيتون. هنا شو يقول؟ يقول لا تخليه على السلايد، يعني لا تخليه على الستاند العفو، مثل النيتشه المحلولين الأول الصبغة اللي أخذناه والثاني من ضفنا الأيودين مو كان السلايد على الستاند. هنا يقول لا تخليه على الستاند، لازم بيدك صفح السلايد خليه بيدك هيجي وخلي فوقه الاسيتون. ليش؟ لان هنا راح تنتظر 5 الى 10 ثواني، هناك كنا ننتظر دقيقه، هنا لا تنتظر 5 الى 10 ثواني. فاذا السلايد انت حاطه على الستاند ما راح تلحق بين ما نضيف، بين ما تشيل السلايد، بين ما تغسله تجيب البطل وتغسله، لا صاير اكثر من 10 ثواني. احنا ما نريد اكثر من 10 ثواني، فراسا الزم السلايد بيدك وخليه صفح، ورأسا نضيف هذا ومن بعد ضيف الأسيتون، ومن بعدها يقول لك رأسا اغسل بالمي لا تنتظر. يعني إن ذني أنت بين ما ضفته، يعني بين ما ضفت الأسيتون، بين ما وخرت الأسيتون من إيدك وشلت البطل، هي صارت 10 ثواني، فرأسا اغسل. بعدها النقطة الثامنة يقول ضيف السكندري ستين الصبغة الثانية أو نسميها الكاونتر اللي هي منيا السفرانين ستين، صبغة السفرانين، وعيفها لمدة 45 ثانية أو دقيقة ما يأثر. يعني أم نعيفها ذا 45 ثانية أو دقيقة ما يأثر. النقطة التاسعة اللي هي كانت مشابهة للخامسة والثالثة، ميل السلايد لازم بصورة مائدة وغسله بالمي المقطر باستخدام بطل الغسل. والأخيرة نجفف السلايد بورق التجفيف، ومن بعدها نفحصه تحت المجهر الضوئي باستخدام العدسة اللي هي قلنا الأويل إميرشن. راح تطلع عندي نتيجتين، الأولى جرام بوزيتيف اللي هي قلنا تأخذ يا لون، تأخذ اللون دائما الموجب يأخذ لون الصبغة الأولى، يا أما يطلع بلون بلو أو بيربل كولر، يعني يا أما أزرق أو بنفسجي. والنيجاتيف راح يطلع عندي لون الصبغة الثانية اللي هي السفرانين اللي هي لونها أحمر. طلاب واضحة صبغة جرام؟ واضحة واضح استاذ. هنا شوفوا بهذا الرسم اللي عندكم، ضاف الصبغه الاولى الكريستال فايوليت، تلونت الخلايا كلها باللون الصبغه الاولى، من بعدها ضاف الايودين، ثبت الصبغه هنا، من بعدها ضاف الاسيتون. ايش صار هنا؟ صارت بعض الخلايا لونها شفافه، انقصر لونها، وبعدها ضاف السفرانين، الخلايا الشفافه صبغت بالسفرانين، والخلايا الأولى بقت محافظة على صبغتها الأولى سميناها جرام بوزيتيف، والثانية سميناها جرام نيجاتيف. هسه سؤال، هلا أطلع أسألكم، شوف من موجود ومن عايز الموبايل. سؤال المنو، سؤال خلي نسأل تيسير خالد. نعم استاذ موجود. تيسير، كم محلول استاذ
استخدمنا بصبغة جرام المحلول ويعمل بدون مي. لا اكيد المي ما يعتبر، لان المي احنا نستخدمها حتى نغسل بيه، نغسل بيه صبغة زائدة، فما يعتبر يعني ما داخلته من المحاليل اللي استخدمناها. محلولين استخدمنا استاذ، عدد لي اياهم. الاول نسيت اسمه، والثاني الاسيتون. الاول الايودين والثاني الاسيتون. زين. نعم الايودين والثاني الاسيتون. زين. والاسيتون لمده 5 ثواني الى 10 ثواني مو اكثر. زين. اذا تريد اقول لك السبب ليش 5 ثواني عادي ما عندي اشكال. حسن بشار. حسن بشار. ثالث تمريرة أربع محاليل نسبة. لا 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 حد يجاوب من يما رجاء أناني قاعد أسأل. حسن بشار موجود؟ أوكي حسن بشار ما موجود. حسن عبد الرزاق. نعم أستاذ. كم محلول استخدمنا؟ أستاذ أني أول محاضرة. أوكي أول محاضرة هو أني دا أشرح بهاي المحاضرة. أنت كنت ويانا من البداية لو ما موجود؟ إيه بس نقلت أستاذ أني من ديوانية. أوكي يعني أنت ويانا بهذه المحاضرة من البداية أقصد؟ إيه أستاذ. زين كم محلول استخدمنا؟ أربعة. أربع محاليل. زين عاشت إيدك حسوني. هسا أريد أريد منو أريد نسأل حوراء طالب. نعم أستاذ. كم محلول حوراء؟ أستاذ أربع محاليل وصبغتين. زين أوكي خلي نشوف دنيا حسن. نعم أستاذ. كم محلول دنيا؟ أستاذ محلولين. محلولين زين. خد العذراء. بل أستاذ موجودة. كم محلول؟ أربع محاليل. أربع محاليل زين. طلاب صبغة جرام استخدمنا أربع محاليل وليس محلولين. احنا بدنا نقول محاليل والصبغة هي أيضا تعتبر محلول. ليش الصبغة تعتبر محلول؟ لأن يعني الصبغة هي أيضا سائلة، تجينا على شكل سائل ما تجي على شكل صلب. فبالتالي البكتيريا العفو الصبغات تعتبر من ضمن المحاليل. بس من نقول كم صبغة كم صبغة فاحنا استخدمنا صبغتين. فإذا أجاك سؤال نيومريت عدد the solution are used of or for of a gram staining. فأنت ايش راح تكتب؟ راح تكتب أربع محاليل الأربعة ولازم تكتبهن بالسرعة. بس إذا أجيب لك بدال السوليوشن أخلي لك الستين، فأنت ايش راح تكتب؟ تكتب بس الصبغتين. واضحة طلاب؟ واضح. بس أسماء المحاليل ذن بالرسم الأسماء أستاذ؟ أسماء المحاليل أول شيء الكريستال فايليت، أول شيء الكريستال فايليت اللي هي الصبغة الأولى، والمحلول الأول الكريستال فايليت، والثاني اللي هو الأيودين، والثالث اللي هو الأسيتون، والرابع اللي هو السفرانين. السفرانين زين. خلينا ناخذ مقطع فيديو على الجرام ستين. لحد الآن هنا هذه السمير اللي حضرناها بالمسحة مالتنا. أول شيء خلينا الصبغة الأولى الكريستال فايليت، طبعاً هنا هو يغسل البيكرات، إحنا لا عادي نغسل البطل. انتظرنا دقيقة وراح نغسله بالماء. بعدها راح نضيف الثاني اللي هو الأيودين.
slide in a beaker of water until most of the iodine is gone. هم راح نغسل. A second beaker of water can be used to ensure most of the iodine has been rinsed off. Now add a few drops of decolorizer. هسه راح نحط الكلايزر اللي هو شوف شلون لازم السلايد هنا ما بقى على الميز راسا لزم بيده يعني انتظر هنا صار عندنا 5 الى 10 ثواني يعني راسا صار عندنا الوقت راسا راح يغسل السلايد يعني ما عندنا وقت انه نشيله او فد شيء counter stain by adding safranin stain to cover the bacteria and let it stand for 1 minute. الصبغة الثانية هنا طبعا من نظفنا صار عندنا خلايا شفافة فبالتالي نصبغها allow the slide to dry completely. Once the slide is completely dry, observe the sample under a microscope. بس هنا خلصنا وراح نفحصها تحت المجهر. واضحة صبغة جرام طلاب قبل ما ننتقل للوراها؟ اكو سؤال عليها؟ والله دكتور نعم بس اسماء الصبغات اللي استخدمناها كريستال وسفرانين صحيح؟ اي نعم الكريستال فايوليت والسفرانين تمام شكرا يا حبيبي زين هسه اخذنا النوع الاول من الصبغات التفريقية النوع الاول زين هسه عندنا نوع ثاني اسمه زيل نولسون شافوا بعض البكتيريا هذه البكتيريا نحسه على قولة زميلكم بالمجموعه الاولى تعاند ما تقبل تنقصر قد ما نخلي من نصبغها بالصبغات جرام من نخلي الاسيتون ما تقبل تنقصر ما يروح لونها بكتيريا قويه كلش جدارها جدار الخليه مالتها كلش قوي يعني ما يفيد الاسيتون لو الكحول بس سووا دور العلماء زيال نيلسون قال لك بدال ما نخلي كحول او اسيتون خلي حامض نستخدم الحامض للقصر هناك كانوا يقصرون باسيتون كحول مده 5 الى 10 ثواني هنا يقصرون باستخدام حامض مده 15 ثانيه زين من الاقوى الكحول ولا الحامض طبعا الحامض الحامض استاذ أكيد الحامض. زين. خلنا نحكي هذا أسيد فاست ستين أو يختصروها AFC العفو AFS. The Zeal Nelson stain also now as the acid fast stain. يعني ممكن نصيح لها Zeal Nelson أو ممكن نصيح لها acid fast. يعني إذا شفتها acid fast هي نفسها Zeal Nelson وبالعكس. بهذه الطريقة راح تقسم البكتيريا divides bacteria into two groups الى مجموعتين namely اسمهن acid fast وحده اسمها مجموعه اسمها acid fast والثانيه اسمها non acid fast زين بهذه الطريقه راح نشخص diagnosis of tuberculosis مجموعه التيوبركلوسس ومجموعه الليبرسوي عندنا نوع مهم كلش بالتيوبركلوسس اسمه مايكوبكتيريوم تيوبركلوسس هذا النوع من البكتيريا شي يسبب is the most important of this group هو نوع مهم كلش بهذا الجروب هذا النوع مسؤول عن مرض disease it is responsible for the disease called tuberculosis او نختصره بالتي في اللي هو شنو اسمه تعرفون التيوبركلوسس مرض السل هذه البكتيريا قويه كلش قويه نحسه ما تقبل تنقصر بالأسيتون لو شو تخلي لها ما تقبل تنقصر زود الأسيتون يعني زود التركيز مالته وزود الوقت وزود ما أدري شنو ما تنقصر ما تقبل جابه وقال لك بدال الأسيتون خلي حامض من خلوا الحامض شافوها انقصرت زين خلنا نجي للطريقة مال زيل نيلسون بروسيدر يعني طريقتها أول طريقة قبل كل شيء واتفقنا عليها لازم بكل أنواع الصبغات وبكل تفاصيلها عندنا سمير اللي هو ايردراي اور هيد فيكس يعني
السمير نحضره ونجففه بالهواء، نخليه يجف بالهواء ونثبته بالحراره. زين، من بعدها شو نسوي؟ نخليها نجيب فلويد سمير وذ برايمري ستين، يعني نخلي له الصبغه الاولى اللي هي اسمها كاربول فيوشن ستين. بس هنا شنو الفرق بينها وبين الجرام ستين؟ هنا نعرضها بهذه بالاسيد فاست، نعرضها للحراره. يعني شنو الحراره؟ يعني السلايد مالتنا نخليه على فد ستاند عالي ونخلي جوا بيرنر او فد مصدر ينطي حراره، بس ما اخليها لزق وياها، لا اخليه يعني اخلي حراره بسيطه، يعني خلينا نقول حراره كلش قليله، المهم اكو حراره. شنو فائده هذه الحراره لمده 10 دقائق؟ احنا قلنا البكتيريا اصلا هذه البكتيريا يكون جدارها كلش قوي، جدار سميك، بكتيريا قويه. ف من اريد اغلغل الصبغه بداخلها لازم شنو؟ لازم عندي فد مصدر يساعدني حتى يتغلغل تتغلغل الصبغه بداخلها. من هو هذا المصدر؟ هو حراره، الحراره لمده 10 دقائق. زين، الصبغه هذه الكاربول فيوجن لونها احمر، بس انا خليت السلايد وخليت له حراره وشفت اللون الاحمر بدأت تمتصه، يعني بدا يخف اللون الاحمر، خلينا نقول صار وردي، والوردي بدا يقل. شو اسوي؟ شو اسوي؟ يقول ضيف بعض صبغات، ضيف كل ما تحتاج، ضيف كل ما تشوف اللون يقل ضيف حتى تصبغ. هذه البكتيريا قويه، تمام. زين، من بعدها شو يقول؟ يقول برد السلايد واغسله بالمي من بعد العشر دقائق والحراره. السلايد صار حار اكيد لان عندنا حراره، فش نسوي؟ نبرده ونغسله بالمي، وبعدين شو نجيب؟ نجيب محلولنا الديكلورايزر اللي هو منه راح نستخدم، راح نستخدم اسيد الكحول، يعني حامض اللي هو يحتوي على 3% HCl، يعني اما ب 3% HCl او ب 20% H2SO4، يعني بي حامض. ايش قد المده نخليه؟ ل 15 سكند. اوكي، هناك كنا 5 الى 10، هنا نخليه 15 ثانيه. من بعدها نغسل بالماء المقطر، اكيد راح نغسل بالماء المقطر. والنقطه السادسه عدد مثلين بلو ستين الكاونتر ستين، يعني الصبغه الثانيه نضيف، لان هنا زين. اوكي، خليني اكملها واسالكم سؤال. عدد مثلين بلو ستين كاونتر ستين ذا ستين اد بلو كولر تو نون اسيد فاست سيل، يعني راح ينطينا لون البلو هذه الصبغه الثانيه بالتأور، ونعوفه واحد دقيقه ومن بعدها نغسل ونفحص بال اوبجكتيف لينس اللي هي تحت القوه 100، راح تنطيني نتيجتين اللي هي الموجبه يا لو راح تاخذ بنفسجي لو ازرق احمر بنفسجي ازرق استاذ احمر استاذ تاخذ اللون الاحمر اللي هنا أنا. زين استاذ اذا خلص اريد نعم استاذ عيد لنا يا اذا خلصت ما فهمت هاي الاسيد فاست اوكي اعيد الاسيد فاست خل اعيدها بصوره سريعه الاسيد فاست ستين ارجع لكم على المحاضره الاسيد فاست ستين يعني نعيد البروسيجر مالتها غير تقزون طريقه العمل مالتها اي استاذي طريقه العمل مالتها اول شيء لازم عندنا سمير اللي هي المسحه مالتنا محضريها وجاهزه ونبدي نصبغ اول شيء نسوي نضيف الصبغه الاولى العفو اللي هي اسمها كاربول فيوجن ستين لونها احمر بما انه قلنا الخلايا اللي نصبغها بالاسيد فاست تكون خلايا قويه جدا جدارها سميك كلش فلازم شلون اخلي هذه الصبغه تتغلغل لازم اخلي درجه حراره حتى تساعدني بانه تدخل الصبغه تخترق الخليه البكتيريه وانتظر مده 10 دقائق وكل ما اشوف الصبغه بدات تخف اللون مالتها بدا يخف يعني بدات تمتصها البكتيريا اضيف بعد صبغه حتى احصل على ان البكتيريا تتشبع بهذه الصبغه حتى تبين عندي النقطه الثالثه برد السلايد اكيد مبرده لان هو صار حار بما انه احنا كنا نستخدم حراره فصار حار النقطه الثالثه راح نبرد السلايد ونغسله بالماء المقطر والنقطه الرابعه راح نضيف محلول مالتنا الديكلورايز اللي هو ال بي اتش سي ال 3% او ب 20% H2SO4
ونخليه لمدة 15 ثانية، وبعدها نغسل بالمي المقطر. والنقطة السادسة نضيف الصبغة الثانية اللي هي الميثيلين بلو، وننتظر 1 دقيقة ونغسل ونجفف ونفحص بالعدسة تحت القوة 100 اللي هي أويل إميرشن. زين، راح تظهر عندي نتيجتين، قلنا الموجبة والسالبة. والسؤال لكم، الموجبة بيالون راح تظهر يا حيدر محمد عباس؟ الساد تطلع بالأحمر. زين، حيدر يقول تطلع بالأحمر. استاذ أجاوب؟ لا لا، أنا دا أسأل. رفع العقيل. بلي استاذ. بيا لون تطلع الموجبة؟ الموجبة تأخذ الصبغة الأولى. يعني يا لون؟ الأزرق. والسالبة تأخذ. أوكي. أوكي. حسين سعد جبر. نعم استاذ. السالبة بيا لون راح تطلع؟ استاذ بالأحمر. السالبة بالأحمر. زين، جلال. نعم. نعم استاذ. جلال شلونك حبيبي؟ شلون ربي يحفظك استاذ. جلال، الصبغة الموجبة بيالون راح تطلع؟ استاذ الصبغة الموجبة تطلع باللون الاحمر، لان سمعت اول مرة باللون الاحمر. اريد حسين كاظم علي. حسين كاظم علي عبود. نعم استاذ. حسين، الموجبة بيا لون راح تطلع؟ الموجبة اللون الأول استاذ اللون الأزرق. تأخذ الصبغة الأولى اللون الأزرق. اللون الأزرق. زين، والسالبة خلي أجاوب أني. طلاب أنت صحيح تجاوبون الصبغة الموجبة، قلنا دائما تأخذ اللون الأول، بس اللون الأول مو الأزرق بالأسيد فاست، اللون الأول اللي هو أخذنا الكاربول فيوجن اللي قلت لكم لونه يكون أحمر مو أزرق. الصبغة الثانية اللي أخذنا لونها الأزرق، فبالتالي النتيجة الموجبة راح تطلع باللون الأحمر، والنتيجة السالبة راح تطلع باللون الأزرق. السؤال الثاني لكم، هنا بالعكس بالضبط، هناك لأن ذاك استخدمنا الصبغة الأولى كان لونها بنفسجي وأزرق أو أزرق، هنا استخدمنا الصبغة الأولى لونها أحمر، فأنت تحفظ وحدة ثانية عكسها. زين، هسه سؤال لكم، هنا ما استخدمنا محلول يثبت الصبغة بالخلية بنفس صبغة جرام، هناك استخدمنا الأيودين اللي قلنا شنو فائدته يثبت الصبغة بالخلية، هنا ما استخدمنا هيك محلول، ليش؟ اللي يعرف يرفع ايده، خلي مو اني اختار. رسل عبد الرضا. لانه اصلا احنا معرضين، يعني دا نشتغل يم الحرارة. لا ويعني ايه ويعني كملي لي الجواب. ايه، فمن ده نستغل يعني مصدر حراري ده تاخذ الصبغة هاي، وكل شوية نضيف، يعني كل ما ده تخف ده نضيف. انا يعني قل الحرارة هي احنا مستعملين حاليا للتثبيت. زين، حسن عزيز. نعم استاذ. اي حسن، شنو جوابك استاذ؟ هي الصبغة قوية استاذ من الحرارة، ما يحتاج نضيف لها. زين، تيسير. نعم استاذ. استاذ التصوغه اصلا غلغلتها بصعوبه داخل جدار الخليه باستخدام عامل مساعد اللي هو الحراره، فما يحتاج تثبتها اصلا لان هي ما راح تتسرب خارج الخليه هاي الصبغه. والله يا عم انت شعبه الشطار، انت الشعبه الثانيه. لا انا الشاطر. طيب عاش بيكم. مركزين، احنا اساسا بالبدايه استخدمنا الحراره اللي ثبتنا بيها، قلنا راح نستخدم عامل مساعد لان هذه البكتيريا نحسها تكون قويه،
فنريد فشي نثبت به الصبغة، فراح نستخدم الحرارة لمدة 10 دقائق وياها، كل ما تخلص الصبغة نضيف. بالتالي أساساً احنا من الخطوات بالبداية ثبتنا الصبغة. زين، اللي رافعين ايديهم عندكم سؤال لو شنو؟ لا استاذ بدنا نجاوب. تمام زين، هنا كم محلول استخدمنا؟ ارفع ايدك. منو ما سألته؟ منو ما سألته بيكم؟ من اللي رافعين ايديكم خليه يجاوب. منو ما سألته؟ كلكم سألتوا؟ استاذ انت سألتنا وانطفت الكهرباء. اي لا جاوب هسه. استاذ عندنا اثنين، حامض الهيدروليك والايثانول. حامض الهيدروليك والايثانول. منو يوافق الرأي؟ استاذ انا اوافق الرأي. انت توافق الرأي. زين دنيا شو تقولين؟ استاذ استخدمنا 3 محاليل اللي هن الصبغتين والحامض. الصبغتين والحامض. عاشتي ليش طلاب. استخدمنا 3 محاليل. 3 محاليل اللي هن المحلول الاول الصبغه الكاربولوفيوجن، والمحلول الثاني الحامض، والمحلول الثالث اللي هو الصبغه الثالثه. الصبغه الثانيه العفو تعتبر محلول ثالث. زين راح احكي شيء بس راح يزعلون جماعه برشلونه. اذا تعدون تحفظون مال صبغه جرام فحفظوا استخدمنا 4 محاليل. وجماعه برشلونه يعرفون شنو رقم 4. 4-1 استاذ. ريالين وين قصدك مبامبي لو وين يصير جماعه برشلونه راح اهم شيء استاذ. الله الله بينا استاذ. لا الله الله ولا ابد، كل شيء ما يفيد وياكم. وهسه جماعه برشلونه 6 خروج ذكرت بهم. للعلم برشلونه هسه تعادله ويا قادش. عندكم علم جماعه برشلونه لو ما عندكم علم؟ استاذ احنا كنا برشلونه تعادله وهسه هم ويا قادش، فبرشلونه بعد ما لكم اي شاره. استاذ والثمانية ماكم الاحلام على الثمانية؟ هذا صاحبي انا برشلونة راج على الثمانية هسه. حتى لو نجمع المحاليل مال الصبغتين، اي لا اكو ملاحظة على الثمانية، نجمع المحاليل مال الصبغتين راح يصيرن 7. 4 محاليل ب3 7 وناخذ وياهم صبغة بسيطة اللي استخدمنا ويا بها صبغة واحدة راح يصيرن 8. اذا راح تصير 8 هم برشلونة. على برشلونة منين ما تخليها تجي على برشلونة؟ تكت الجراحة اليوم والله خطيه جو عند برشلونة. زين صاد يعني هاي الأمثلة كلها إلا على برشلونة؟ كلها إلا على برشلونة حتى تتذكرون. لا جماعة برشلونة جماعة برشلونة يتذكرون، جماعة الريال هم يتذكرون، فيناتهم يتذكرون. لا والله استاذ أنا فيتنا تذكرتني بو. زين هستلتنا طلاب أكو سؤال قبل ما نروح المحل الثالث؟ استاذ وضع العشاء دوم وراح يفوتني. العشاء دوم وراح يفوتك. يلا ما بقى لنا شيء. اكو سؤال طلاب؟ لا استاذ ما استاذ. الصبغه الثانيه بس شنو اسم الصبغه الثانيه؟ اسم الصبغه الثانيه اللي شنو اللي استخدمناها وين استاذ؟ هسه بالاخير بهاي الاسيد فاست استاذ احنا ما استعملنا اول واحده صبغه الدور الحامض الدور صبغه. الصبغه الثانيه شنو اسمها؟ المثيلين بلو. مثيلين بلو المثيلين الازرق. المثيل الازرق يعني لونها زرق. زين نروح للنوع الثالث والاخير اللي هو سبيشال ستين. سبيشال ستين من اسمه سبيشال ستين يعني صبغ. نريد نصبغ اشياء خاصه بالبكتيريا، ما نريد نصبغ البكتيريا كلها. نريد نصبغ مثلا اريد اشوف هذه البكتيريا بيها كبسول لو ما بيها كبسول، فاصبغ فد شيء بس يعني يبين لي انه الكبسول موجود او لا، او اريد اشوف بيها سبورات لو ما بيها سبورات، او اريد اشوف بيها اصوات او ما بيها، فاصبغ صبغه خاصه. اول نوع من الصبغه الخاصه اسمه انديا انك، الحبر الهندي.
انديا انك او شنو او نيجاتيف ستيننج فور كبسول، يعني الصبغه السالبه للكبسول. هذه شلون فكرتها؟ هذه الصبغه او هذا الحبر الهندي شي يصبغ لي، يصبغ لي الخلفيه مال السلايد، الخلفيه مال السلايد، يعني ما يصبغ البكتيريا. زين، اذا ما صبغ باللون الاسود، طبعا يصبغ الخلفيه مال السلايد باللون الاسود، اذا ما صبغ البكتيريا، البكتيريا شلون لونها بقت؟ بقت شفاف. صار يا لون؟ لون اسود، اسود بلاك باك جراوند، يعني صبغ الخلفيه مال السلايد باللون الاسود، الخلفيه وليس البكتيريا. السلايد اللي يبيه البكتيريا حتى نشوف بها كبسول لو لا، نصبغها بالانديا انك. الانديا انك ايش راح يسوي؟ راح يصبغ السلايد، الخلفيه مال السلايد باللون الاسود. زين، من صبغت الخلفيه مال السلايد باللون الاسود، الخليه راح تبقى شفافه، خو اكيد راح تبقى شفافه، ما يعني ما بيها لون، بس راح تبين عندي لانه لون اسود وبي شفاف واكو شفاف، اكيد راح تبين الخليه شفافه. شلون اعرف بيها كبسول لو ما بيها كبسول؟ راح يتشكل عندي فد شيء اسمه الهالو. هالو يعني شنو؟ هالو يعني هاله، هذه الهاله اللي تشوفوها، هذه الهاله، هذه خليه وهذه داير ما دايرها اكو هاله، هاي الهاله هي عباره عن الكبسول، هاي الهاله هي عباره عن الكبسول. اضرب لكم مثال، شايفين في بعض الاحيان مقاطع فيديو ينشروها على على الفيسبوك او على اليوتيوب او على اي مكان، يوقفون شخص على حائط ويرشون عليه صبغ، تمام، ومن بعدها شو يسوون؟ يوخرون هذا الشخص. ايش راح يبقى مكانه؟ راح يبقى مكانه شفاف، ما بيصبغ، غير ملوث يعني. نعم، يعني مو ملوث، يعني مو ملون بالضبط. نفس الطريقه هذه راح تصبغ لنا بس الارضيه مال السلايد، ما راح تصبغ البكتيريا. يعني من راح احط الصبغ على السلايد، البكتيريا ما راح تصبغ مثل هذا الشخص، راح يبقى مكانها شفاف بلا لون. بس شلون اعرف بها كبسول لو لا؟ من خلال الهاله، اذا اكو هاله داير ما دايرها يعني هذه بها كبسول، اذا ما بها هاله يعني ما بها كبسول. مثالها منو؟ مثالها بكتيريا اسمها الكليبسيلا، كليبسيلا. واضحه طلاب؟ واضح. بس المثال، مثال الكليبسيلا، كليبسيلا بكتيريا اسمها الكليبسيلا. زين، الثانيه، النوع الثاني من السبيشال اسمه سبور ستيننج. سبور ستيننج، هذه الكتابه اللي بالبدايه دا يقول، دا يعرفني شلون تشكل السبورات. السبورات تتكون قلنا عندما تمر البكتيريا بظروف غير ملائمه. من تمر البكتيريا بظروف غير ملائمه راح تتشكل لي، راح يتشكل لي فد شيء اسمه السبور. زين، مثال، مثال اكو بكتيريا تسوي سبورات، هي اسمها كلوستريديوم تيتاني، اسم يعني اسم هذه البكتيريا كلوستريديوم تيتاني. شنو تحفظ لي من السبور ستيننج؟ تحفظ لي كم صبغه مستخدمه بي، اللي هي انا كاتب لك اياها بالاحمر، اللي هي الملكات جرين، صبغه الملكات الاخضر، والصبغه الثانيه السفرانين الاحمر. زين، هنا شنو راح نسوي؟ سلايد، نريد نشوف البكتيريا بيها سبورات لو لا. نخلي بالبداية أول شيء الملكات جرين، وبعدين نغسل السلايد، أو العفو نعطيه حرارة حتى تتغلغل، وبعدين يتغلغل بداخل السبورات، بعدين نغسل السلايد، ومن بعدها راح نضيف الصبغة الثانية اللي هي السفرانين. ليش نضيف صبغة ثانية سفرانين؟ حتى تتلون البكتيريا، حتى نميز البكتيريا عن السبور، نميز البكتيريا عن السبور. إذن السبور راح يتلون باللون الأخضر، راح ياخذ الهدف دائما قلنا ياخذ الصبغه الاولى ياخذ اللون الاخضر، والبكتيريا راح تاخذ لون الصبغه الثانيه السفرانين اللي هو الاحمر، الاحمر او الوردي. زين، الصبغه الاخيره اللي هي عندنا فلاجيلا ستيننج، بكتيريا الفلاجيلا ار تو سمول تو بي سين وذ ا لايت مايكروسكوب وذاوت ستيننج، يعني ده يقول الفلاجيلا مال البكتيريا هي كلش صغيره، مستحيل نقدر نشوفها بالمجهر الضوئي من غير ما نصبغها. يعني هسه احنا من صبغنا ما راح نعرف هذه البكتيريا بها فلاجيلا او لا، الا نصبغها بصبغه خاصه بالفلاجيلا. الصبغه اللي مستخدمه بصبغه الفلاجيلا هي الكاربول فيوجن يوز تو ستين ذا فلاجيلا اند ذي بيكوم فيزيبل اندر لايت مايكروسكوب، يعني الكاربول فيوجن
اللي نستخدمها بتصبغ الفلاجيلا هي راح تكون ايش راح تنطيني الفلاجيلا بصوره واضحه تحت المجهر الضوئي، تحت المجهر الضوئي. بعد شنو عندنا؟ خلصت، اتوقع خلصت المحاضره.